موضوع الكوابيس والاحلام، هل دي يعني واحد يصحى الصبح عنده مشكله او يصحى عنده احلام سعيده، يعني هل ايه نقدر موقف سيادتك ايه منهم؟ موقفي اول حاجه ان انا مش بتاع تحليل احلام، انما انا هقول لك اللي انا اعرفه. اتفضل. اللي انا قريته ان اللي احنا بنفتكره من الحلم ده يعني ده قمة جبل الجليد. ليه؟ قمة جبل الجليد. إن في حاجات كتيرة ما يبقاش حتى إحنا عايزين نعرفها. فالعقد اللاواعي بيشكل بيحليها ويديلك حتة تانية. كويس؟ في حاجة تانية اللي هي الرؤية. في ناس بيجي لهم وهم نايمين بيشوفوا حلم وكأنه حقيقة. وبيحلموا بحاجات بتحصل، ده حاجة تانية. تفسير الاحلام انا ما اعرفش، بس انا اعرف ان انا لما مثلا يجي لي واحد عنده مشاكل نفسيه وبتجي له كوابيس مش هتجي له كوابيس لان المشاكل نفسها فيه. طب لما بيحلم بناس يعني توفوا يعني سواء قرايبه او زملاء، يعني يسال اللي كان بيتكلم معاه وهو راجل توفى، دي ليها اي علاقه؟ واحنا نميل في حاجه اسمها out of body experience او الاسقاط النجمي او اللي بيسموها الخروج خارج الجسد. خروج من الجسد. خروج من الجسد. احنا كلنا واحنا نايمين بنطلع بره الجسد. شطاره الخروج من الجسد انها تتعمل اراديا. اراديا يعني واحد يبقى صاحي كده هيقرر ان هو هيطلع بره جسمه وهيروح يشوف وقت الفراعنه او يروح نيويورك مثلا. فدي لها ناسها وفي لها تمارين، في ناس بتعرف تعملها. انا حاولت يمكن مره ولا مرة. هل خطيره دي؟ في ناس كثيره بتقول كده، انما في ناس تانية تقول ولا خطيره ولا حاجه. انا ما عنديش حكايه ان انا يعني انا عايز ايه في افكار متعارضه. يعني في ناس بتقول لها في مصر وبره، انا سمعت كتير قوي في مصر حكايه انها خطيره. وفي ناس حسن وسمعت الناس علامه في مصر انها مش خطيره ولا حاجه. وبره انا خدت كورس عشان اشوف الطريقه ازاي وبره. مره كتبت احد المقالات من خلال خروج من الجسد. من خلال حصل خروج من الجسد. طلعت يعني كنت في ناميبيا العاصمة على بعد 370 كيلو. عايزين يعملوا العيد القومي عند المحيط، مدينة عند المحيط. فكان لازم احضر. راكب العربية وموسيقى جميلة جدا والطبيعة في ناميبيا بكرة. والالوان بتاعه الاضواء والشمس والنباتات بتتغير، دفقه روحيه كبيره جدا. كان الرئيس المؤسس الامريكي اللي هو رئيس سامي جوما، هو سامي جوما، كان بيدي محاضره في استاد. فجاه انا حسيت نفسي فوق، احساس رائع يعني لا زمن ولا مكان، واخر ارتاح فرغ ومبسوط جدا. وبعدين انا متعود بضحك مع زمايلي، كان مع كامبيس سفير كينيا، هادي انت فاهم. رحت نزلت وسبت الراجل يتكلم زي ما هو عايز، وقعدت انا كتبت المقاله الموجوده. دي كانت اول مره يا دكتور؟ دي كانت اول مره تحصل لي. افتكر ان انا قدرت اعمل، انا مش بصي حتى لو قدرت اعملها تاني مره او مرتين فبالتاكيد من غير تقارب. ما انا ما اعرفش، انا اتمنى ان انا هي جت معاك المره وانا جت معايا كده نتيجه للتسامي انفعال شديد، دفقه شعوريه شديده. ف انما في ناس كتير في مجموعات بتعمل حكايه من في مصر وبره مصر. ممكن استفساري؟ اوكي اتفضلي اتفضلي. انا علي صوتك اتفضلي. وقولي اسمك ووظيفتك. كنت سعيدة وشغوفة باللي بسمع من حضرتك، لأنه صراحة تقنية جديدة في الهيبنوسيس اللي خليها تحكي. بس أنا اللي عايزة أفهمه أنه بالهيبنوسيس العادي إحنا بنوصل الشخص لمرحلة ثيتا
من درجات العقل لحتى نفوت للعقل اللاواعي ونحط البرمجة اللي احنا عايزينها. بس بتكون يعني عن طريق الكلام. حضرتك فاهم طبعا يعني، بس اللي انا مش فاهمها انه حضرتك لما بتنيم الشخص او بتوصل الشخص لحالة من النوم لمرحلة دلتا النوم الكامل، وانا فهمت وقدرت يعني اوصل لقدر من الوعي انه كيف حضرتك بتصبغ عليه ممكن صبغة روحية لتوصل له بالاثير. بس ان انت حضرتك لما بتنيم هل هو عن طريق الريكي ولا كيف؟ الريكي انا بستعمل يعني لو كان حضوريا ما بستعملش ريكي خالص. حضوريا ولا كنت اعرفه، وده اللي حصل ان انا كنت بعملها حضوريا وبعدين عملت ندوه في النادي المصري في فيينا، حضروا ناس كثيره وقالوا لي ده انت تقوم تشتغل لايف اند سوشيال كونسلتنت بالشهادات بتاعتك دي، مش مهم يعني مش مهم معالجه الطب وبتاع. والراجل الثاني اللي هو كان طبيب نفسي وقال لي ده حاجه عظيمه جدا. بعديها ده كان 15 اغسطس، كان من سنتين تقريبا، رجعت المجر. احنا عايشين اساسا في المجر، المجر قفلت الحدود عشان الكورونا، فبقيت متغلط لان في ناس عايزه تشتغل معايا وانا قاعد في المجر. فانا معلم راكي، فافتكرت الراكي وقعدت اجرب ومشيت. طب حضرتك معلش لما يكون قدامك فيس تو فيس البيشنت، حضرتك يعني كيف بتنيمه بهذا العمق؟ بنيمه انا بعيش الشخصيه كل الكلام اللي حضرتك ممكن تقوليه عشان تخليه ينام انا بعيشه وكاني انا هو، وبنقله هذا الاحساس فبينام كاني انا هو. يعني انا عندي قدره على ان انا اتقمص وزني. حضرتك عندك قدرة على التقمص والبث الطاقة بعد التقمص. وبث الطاقة طبعا انا كيف حضرتك؟ ايوه ده حضرتك. ان في كده قدرات خاصة تخص حضرتك. يعني انا لسه مش مستوعبة ازاي ادوا اجازة علمية لحالة خاصة. اجازة علمية ايه؟ يعني حضرتك بتقول انك قد اعتراف. اعتراف دلوقتي حضرتك دي كل اللي وصفته معتمد على قدرتك الخاصة. عايز ادرب ناس والله، انا راجل طيب. انا تلميذة والله. انا هيلر. لا يعني حضرتك انا هيلر في الهيبنوسيس العادي. بس الطريقة دي انا شغوفة ان انا اتعلم. يعني انا مارست حاجات رائعة من ده. انا عايز اقول حاجة، انا واحدة بس. دربتها ازاي؟ قلت لها انا بعمل ايه زي ما انا قلت لحضرتك. قلت لها بصي انت تجربي عليا، هي تعرف طرق تانية، مش عارف حتى عرفت انا كان عندي بروز في احد الغضاريف، كان عامل لي بتاع، قالت انا عملت لك عمليه لها طرق تانية. بس هي لما جربت انا قلت لها مثلا جربي عليا انا عايز اقفل شهيتي وعايز اعمل ده. جربت كذا مرة، قدرت تعمل كذا مرة، وكل مرة بقول لها حصل ايه؟ أنا عملت ايه؟ أنا اديت لها تحليل لنفسي كما أنا لو كنت حالة وبعالجها. قلت لها بصي اعملي كده وكده. وجربت عليا وأنا نايم وبتاع، وقدرت تجيب بعض النتائج، وحكاية التخسيس دي مثلا مشيت معايا كذا شهر. دلوقتي كنت ترى الله يرزقك بالخير. انا اخر بس انا نفسي فداي بس صوتك عالي. الموضوع ده مش ليا يا جماعه، الموضوع ده يعني حضرتك ما بتمنعش انك تعلم حد. طب تعالى انا عايز، انا بقول لحضرتك انا عارف حضرتك، انا بسجل اسمي في المجموعه اللي حضرتك عايزها. بس اعرف ايه الفكره ايه؟ ان انتوا دلوقتي عارفين الطريق اللي لايق نفسه اللي هو عنده. يعني انا في قصه لو انا جراح كويس، في فرق بين انا اكون جراح واعمل عمليه وان انا ادرس جراحه. انا ما بدرس جراحه، انا اقدر اقول لك انا خدت كورسات ايه بالظبط، واقدر اقول لحضرتك انا بعمل ايه بالظبط. بس الكورسات دي على حضرتك انك تحميها. يعني مثلا في التلبسي، حضرتك عندك تلبسي غير انك ما عندوش تلبسي، هل انا اقدر اخليك تلبسي؟ لا طبعا. هو لازم ياخد يبقى كده حضرتك حطيت الاكتشاف العلمي بتاع حضرتك
ان المعالج لازم يكون له مواصفات خاصه وكورسات خاصه وقدرات فوق طبيعيه يقدر يمارس بيها المهاره دي. حضرتك لو دكتوره مش لازم يكون لك مواصفات خاصه طبعا عشان تنجح. طبعا طبعا هو التنويم المغناطيسي عموما لازم يكون المعالج على مستوى معين والا يعني حل نقطه التنويم ولا هو معالجه. هو الحاله دي مش ثانيه واحده عشان بس الموضوع ده يبقى واضح لحد موضوع الفكرة اللي انا بعمله تنويم ولا مش تنويم. اللي اداني الشهاده في جواتيمالا شهاده التنويم المغناطيسي الاكلينيكي المتقدم كان بيقول لي اللي انا بعمله حاجه اسمها انتر بيرسونال هيبنس. بس هو ده الكلام العلمي. اوكي اتفضلي دكتوره ناديه. مش سامعين حاجه خالص. انا جنبك مش سامع. قربي شويه قربي هنا تعالي هو خد الميكروفون عادي شويه استفدت منها كتير ونتمنى انها تتكرر ان شاء الله. وبعدين في سؤال بس قالوا في البدايه حضرتك اتكلمت عن حالات صداع النصفي وبعدين بتاثر على الرقبه يعني وبعدين بتاثر على صداع النصفي. ايوه طيب ده يعني السبب هيكون ايه؟ اكيد فرط صح؟ صح. طيب العلاج يبقى ايه؟ ده مثلا متكرر. العلاج تشيلي كل السبب تشيلي السبب. انا كمان بعيش الشخص كما لو كنت انا هو بحس ان انا بحس مستريحه وكافي مستريحه وطلبات قلبي عاديه وبتنفس استقراريه ومعدتي مستريحه. انا بعيش الشخص كما لو كان شوفي. ده بالاضافه ان انا بشيل الاسباب النفسيه اللي بتعمله. طب احنا مفيش اسباب نفسيه. منتهى الوضوح. يا جماعه يا جماعه يا جماعه انا اللي انا ادعيه في ناس بتعرف تخفف كل حاجه وبتعمل شانل وبتاع. لا لا انا شفت في فيلم اسمه هيلينج او الشفاء او بتاع بيبين لك ناس واحد بياخد طاقه من كائنات ثانيه وبيعمل هو عشان هو كانه يعني خرطوم بيوصل طاقه وبتاع وخلاص وخمس دقايق شفت انا ما اعرفش انا فانا اعرف اعمل لو حاجه نفسيه انا مقتنع يعني حاجه نفسيه عملت السبب ده هو اللي في القرحه بتاعت المعده. القرحه دي عباره عن تعويره طب بشيل العصبيه تعويره موجوده وانا اقدر ابص على تعويره تقوم تتسوق ما بقدرش. الجماعه بتوع الصين بيشيلوا التيومر انا ما اعرفش. المهم يعني انا بقول مش حاجه اللي انا نعم.